الممرضين، كذلك هناك نقص في زمر الدم السلبية. محافظة حلب عموما تعاني من نقص في الأطباء. التقيت ومدير النقابة الطبية في حلب، من أصل 5800 طبيب كانوا قبل الثورة، الآن في حلب كلها 32 طبيب في حلب وريفيا. لذلك أغلب الشهداء الذين يستشهدون نتيجة القصف أو الاشتباكات هم يموتون بسبب قلة الخبرات الطبية وقلة الأطباء الموجودون على الأرض، سواء في حلب والريف. المشافي الميدانية أغلبها دمر، سواء مشفى مساكن هنانو أو مشفى دار الشفاء، أغلبها يتعرض للقصف. الموجودون القائمون على الأعمال هم ممرضون، ليس لكن اضطروا لبعض بسبب عدم وجود الاطباء في حلب وريفيا. طيب بالنسبه لي يعني اليوم سيطر الثوار على حاجز الميتم، ما اهميه هذا الحاجز؟ حاجز الميتم هم سيطروا عليه من اكثر من 20 يوم وتركوه بسبب القصف البراميل المتفجره. هذا الحاجز قريب جدا من حرم او ما يسمى جدار المخابرات الجويه، اصبح عازلا بينهم. الشارع هو في حال تمت السيطره، طبعا بعد السيطره على القصر العسكري في تلك المنطقه، السيطره على الميتم والمسجد المجاور له تصبح المخابرات الجويه طابقه او سيطره. المخابرات الجويه الطابق الثاني، الطابق الاول لا يوجد فيها اي من ميليشيا الاسد، هم في استرداف فقط. في حال تمت السيطره على المخابرات الجويه يصبح الطريق مقطوعا تماما من الناحيه الغربيه الى ناحيه الرؤوسه، لذلك النظام يكثف هجمته الشرسه من الناحيه الشرقيه على الشيخ نجار. يوميا اشتباكات عنيفه، الان اشتباكات عنيفه تجري قرب المجبر، هو يحاول ان يصل الى دوال البريج. طبعا اود ان اصحح معلومه هنا، قيل على وسائل الاعلام ان النظام سيطر على دوال البريج، النظام لم يسيطر على دوال البريج بتاتا، هو اصبح يرصد دوال البريج ويبعد عنه ما يقارب ال 200 متر في منطقة الشيخ نجار التي تبعد 500 متر عن المدينة الصناعية. هو يحاول أن يتقدم عبر تلك الجبهة كي يفصل المدينة الصناعية ويصلها على الريف ويقطع الطريق الشرقي الذي يعتبر البوابة الرئيسية للثوار والمدنيين الواصلة بين الريف الشمالي ومدينة حلب المحررة. ماذا عن المعارك في العامرية والراموسة؟ اشتباكات في كافة جبهات حلب. الغرفة المشتركة لأهل الشام التي تضم جيش المجاهدين، جبهة النصرة، الجبهة الإسلامية، الحمد لله توحدت الكتائب ضمن هذه الغرفة. هناك اشتباكات لكن الاشتباكات الأعنف، وأنا أطلب من الكتائب المسلحة المتواجدة في حلب والريف المؤازرة لإخوانهم بأسلحة ثقيلة على جبهة الشيخ نجار. يحاول النظام التقدم عبر تلك الجبهة كي يصل إلى السجن المركزي ويعوض النقص والخسارة التي حصل عليها وخسرها في ناحية الراموسة في الريف الغربي. أبو يزن الحلبي نشط إعلامي من حلب، شكرا لك. يوم دامي.